حيدر حيدر يا فاطمة قومي إلى الطفوف يا فاطمة قومي إلى الطفوف هذا حسين طعمة السيوف هذا حسين طعمة السيوف الأرض تبكي والسماء الأرض تبكي والسماء هذا حسين بالدماء لا تلوم يا لائما عن شق رأس العاشقين لا تلوم يا لائما عن شق رأس العاشقين أصدرت فتواه زينب أصدرت فتواه زينب مذ رأت رأس الحسين حيدر من هجمات خيول العدا ولا حدود المخيم دينات من هجمات خيول العدا ولا حدود شبكات العشرة من والصوب أخوها توجه قالت يا أبو الغير عادي لو روحك الطيبة ظهرت لما نسمح مني ومن الرعب تتراجف عضاي وانا جيت انتحب يا نور عيناي جيت وما جبت الحرام وياي والله تراني دهنت من هجمة عداي يا اخوي جيت وعلي عداي دوماي ويقولون هاي اخت الذبيح ما شرب ما شتقول يا ابن امي ويا رجواي يا رجواي يا اخويا من تجيلك بيمناي تقدر ترد للخيام وياي عاد قعدت يم ختام جزاكم الله خير تقول
قربت لي تقربت لي سمعت ايوين وتقربت والله سمعت ايوين سمعت ايوين سمعت ايوين سمعت ايوين وتقربت لي ولقيت الولي متوسد يدي انا لقيت الف وتسعمية جرح بي ما هو جرح واحد وداوي اشد هذا يا هذا خليه نادى علي وبمعصبك يا اختي زين شدي 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 على كيفك يا زينب لا تلجمي تقل اخوي يا هاجن هاجن الحراير من اللي بالنار سألها على بناتك قالها رقية سكينة تقل لها جن ولعد جسمك يا ابو السجاد اها جن ويقل لك علينا الليل ها جن وتدرع داك ما بهم حمية اريد اقرا بعد بيت بيتي ان سمحوا لي سيدتي يا زهراء يا ام الحسين انت حاضره مولاتي والله ما اشك عادت توجهت لامها قالت تعالي يا ام حسين يا ام تعالي 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 وشوف كربلاء سوت بحالي احايلي حايلي شوف اخوتي مذبح اقبالي يوم انا تون ذكرت عز ودلالي يا يوم تقلها انا يميك يا يوم مو بعيدة مو بعيدة انا ثلاث ايام ساكن الميدة يا يوم نوبة نهض ودور صبعيدة ونوبة نهض ودور جفع فرد بيت انا بدايه المجلس طالبني واحد من الاخوه ما قريته زينب تقول له الزهرة تقلها شوني اون والناس ما تدري يا يوم والله اون اون يا يوم يا زهرة يوم اون والناس ما تدري شوني وانا الحسرات يا زهرة شوني شوني يما بعد شنتظر شتأمل شواني حسين ونام بتراب والوطية يا أخو حسين حسين يا حسين يا حسين يا حبيب الزهرة